برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، يشارك وفد مجلس النواب في المنتدى الدولي الثاني لتطوير النظام البرلماني الذي ينظمه للمرة الثانية مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي بموسكو خلال الفترة من الأول إلى الثالث من يوليو القادم. سيشارك مستمعينا هذا الوفد في الجلسات العامة للمنتدى والتي تعرض موضوعات عديدة نتعرف عليها من خلال لقائنا التالي بالدكتور هشام العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب. صباح الخير أخي دكتور هشام. صباح النور، أهلين أختي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. في البداية احنا سعيدين بوجودك ويانا، ودنا لو تحدثنا عن تفاصيل مشاركة وفد مجلس النواب في المنتدى. بداية طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم وصبح عليكم بالخير، وأكرر شكري على إتاحتي لهذه الفرصة للحديث عن مشاركة أعضاء مجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية زينل معالي السيدة فوزية زينل في المنتدى البرلماني. طبعا مجلس النواب دأب دائما على المشاركة والتواجد في هذه اللقاءات الدولية لإعطاء فرصة لعرض التجربة البرلمانية البحرينية، نعم، وما وصلت إليه من تقدم. طبعا هذا أهم شيء. في النقطة الثانية، طبعا هذا المنتدى مهم جدا، راح يعطي فرصة لأعضاء مجلس النواب البحريني للمشاركة في النقاشات والمشاركة في الحوارات في الموضوعات المطروحة. نعم. أهم الموضوعات المطروحة راح تكون هي الحد من الفقر ودور البرلمانات في معالجة هذه المشكلة. أيضا في موضوع جدا مهم اللي هو الحروب الإعلامية ونشر الأخبار الزائفة وآليات التغلب عليها، فهذا راح تكون موضوع حساس ومهم جدا. ومن والكل يعني وده إنه يعرف شلون يتعامل مع هذا الأمر اللي الآن صار سائد عندنا في المجتمعات. وأيضا النقطة الهامة ممكن تناسب أعضاء مجلس النواب، خصوصا نحن عندنا مجلس النواب بحريني تشكيلته الحالية أغلبها شباب، راح يكون مطروح لو أحد المحاور دور الشباب في تطوير النظام البرلماني، فهذا بيكون شيء جيد. أيضا في موجود من الموضوعات تعزيز الأمن الدولي، وخصوصا في ظل التحديات اللي تعيشها منطقتنا اللي هي من تحديات توتر وانتشار الإرهاب، فهذا بيكون شيء جيد. فإن شاء الله يعني تكون المشاركة إيجابية ويستفيد الوفد من هذه الموضوعات المطروحة.